ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، عنوان محاضرة اليوم العقيدة أولا، قدر الله وما شاء فعل. بين ظهرانينا أخانا الشيخ مزمل عوض فقيري، ولكن أصابته وعكة صحية طارئة، ونعم البديل لمحاضرة اليوم مع أخانا المفضال الشيخ أحمد البدوي أبو منصور، فليتفضل مجزيا من الله مشكور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين. وبعد، الإخوة الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما سمعتم، كان من المفترض أن يقيم هذه المحاضرة أخونا الشيخ الفاضل نحسبه والله حسيبه مزمل عوض فقيري، ولكن نسبة لأسباب صحية وليست اعتقالية، هو الآن موجود السجاه، وبعدين نزلنا سوا هنا في الجامعة ومشى زيارة، وسي بيجي إن شاء الله الناس بعد المحاضرة تسلم عليه وتكفر له إن شاء الله. ففي شوية في حلقه عنده وعكة زي ما ذكر أخونا، فما بيقدر يتكلم إن شاء الله، لكن أصر يجي لأسباب، منها بعض الإشاعات التي انتشرت ودبت، للأسف والحسرة المؤلمة البدي كضابة جدا، وأنا إن شاء الله دار أحذر منها معليش، لكن بعد تنتهي المحاضرة ما دارين نبدأ من البداية شنو؟ بين نمرة 5 في ناس راكبين في السلم الورا بيقعوا، نبدأ بين نمرة 1 2 الناس تمشي لقدام إن شاء الله نشوف الحاصل. بيت كضابة جدا كذا، أصبر لي بعد تنتهي المحاضرة. المحاضرة بعنوان العقيدة أولا، العقيدة أولا. والعقيدة كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في كتابه العقيدة الصحيحة، قال: العقيدة لغة من عقد الشيء وهو ربطه. قال: ومنه ما ينعقد عليه القلب، وهي شرعا أو اصطلاحا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأمور الستة التي عرفت بها العقيدة هي المعروفة بأركان الإيمان، وأهم هذه الأركان وكلها مهمة، أهمها ركنان: والإيمان بالله وباليوم الآخر. لذلك قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك بقية أركان الإيمان وبقية هذه الأمور الستة. وأهم الركنين الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وقلنا أو قيل العقيدة أولا
وهذا فيه إشارة إلى أن هناك أمورا غير العقيدة، ولكن أول ما يبدأ به ويهتم به ويستمر عليه العبد حتى يلقى ربه العقيدة. في أمور تانية، والآن في مشاكل كثيرة وفي مشاكل في العقيدة، في مشاكل الآن الناس بتعاني منها، كذب منتشر، إشاعات حول أهل الحق وحول الدعوة الصحيحة، ترويج للباطل وتزيين له، انتشار للشبهات في صد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، مشاكل كثيرة جدا، مشاكل بتاعت غفلة كثير من الناس، زي ما قال واحد من العلماء وهو الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، قال حتى الملتزمين يعني المستقيمين صار بعضهم في غفلة، غفلة يعني الليلة في غفلة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، منو اللي بيتذكر إنه في موت، في قبر، في قيامة، وفي جنة وفي نار، وفي حسنات وفي سيئات، وإنه في أنفاس معدودة ستنقضي، وفي خطوات محسوبة بعدين برضو بتنتهي، وأن العبد مآله إما إلى الجنة أو إلى النار، وأن الناس يوم القيامة بين شقي وسعيد، في غفلة شديدة جدا، والسبب انتشار الشهوات والشبهات. والليلة الشباب بيعانوا من المواضيع دي كثير جدا، واحد تلقى شاب واقع في مشاكل وفي أمراض في قلبه، واحد مبتلى بالكورة اليوم كله، هلال، مريخ، برشلونة، ريال مدريد، وين ايه وماشي وين، والعصر ماشي الميدان وبيتدرب وتعبان، واحد تلقى شغال طلبة بنيان من الصباح للساعة 3، امشي البيت يمكن يتغدى يمكن ما يتغدى، العصر يمشي تمرين، انت بتتمرن ليه؟ انت الشغل ده براه وما تمرين، لكن في حاجة في القلب، في تعلق، في شباب واقعين في مشاكل كثيرة جدا، واحدين يغشوا في البنات قاعدين زي والدبرة كوبيد عشوشة في الجامعات يغش فيها، السلام عليكم، عليكم السلام، كيف أصبحتم؟ أصبحنا كويسين كان ختيناك إنت، أها وكيف أمسيتوا؟ وإنتوا كيف؟ ونحن كيف؟ والحاصل شنو؟ يا ناس اتقوا الله ربكم، مشاكل تعشاوات، واحد يخش الموبايل ده يفتحه اكتب عنوان محاضرة بعنوان التوبة، مسافة اتصال ذاته دار لتوبة، مسافة اتصال بس المحاضرة دي، مصائب تجي وبيجاي وذيك بيغادي ومشاكل ثقيلة جدا، ولا كيف يا جماعة الكلام ده مش حاصل؟ مصائب ثقيلة، شباب بتاعين صعود بتاعين سجاير وديل عاملين كيف، وتبرج في وسط بعض النساء كثير من النساء، وغفلة شديدة جدا، مشاكل بتاعت حقوق للوالدين، مشاكل بتاعت خصومات جيران وأهل، مشاكل بتاعت سرقة، مشاكل أخلاقية ومشاكل دينية. لكن أول شيء يبدأ به العبد الذي يريد الإصلاح يبدأ بالعقيدة، العقيدة الصحيحة، وهي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من قبله من الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رسول عليه الصلاة والسلام لما بعث، لما نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، جاء إلى خديجة رضي الله عنها والقصة معروفة، فمرت الأيام ثم جاءه الوحي بالرسالة، يا أيها المدثر، أو بالإرسال، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وبعد ده قال له ولا تمنن تستكثر، وبعد ده ولربك فاصبر. وقال تعالى في سورة الإنسان، لأن الموضوع ده داير صبر، إنا نحن نزلنا عليك القرآن
تنزيلا فاصبر لحكم ربك. جاء الوحي مشى قابل الكفار رايات مرفوعة، ناس بتاعين خمرة بيوت وفيها الخمر منتشرة، ناس بتاع الربا، ناس بيطوفوا بالكعبة عرايا تبرج، حتى قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وفي كتل وفي أصنام منتشرة، مصائب كثيرة جدا. أول شيء بدأ به شنو؟ صعد الصفا، قال لو قلت لكم إن جيشا خلف هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أو يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم، هذه في رواية ابن كثير، إني نذير لكم، أو الرواية التي أوردها ابن كثير في تفسيره لسورة المسد، إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. أول شيء بدأ بشنو؟ قولوا لا إله إلا الله تفلح. ما قال لهم يا ناس ده أن تمشوا لقدام نزلوا الرايات بتاعة الخمرة، ده أن تمشوا لقدام أي الناس دي منشغلة بالتبرج، أهم شيء مسألة التبرج. ما قال لهم كذي، ما قال لهم الكعبة دي مطوفة عرايا. في البداية أول شيء بدأ به تصحيح المعتقد، لأنه لو ما العقيدة صحيحة تاني بعدها، لأنه ده الأساس، أنت دار تبني أوضة غرفة بتبدأ بالسكين ولا الحيطة ولا الأساس؟ تبدأ بالأساس، أساس الدين العقيدة. وأي زول ما يقبل الأحكام، ودي قاعدة وخدها بديك الدليل عليها من القرآن، أي زول ما يقبل الأحكام تفلسف ليك ونحن ونرى ونعتقد ونحن في هذا الحزب شيوعي علماني شيعي أخو مسلم، كل الجماعات دي صوفي، أي جماعة من الجماعات، زول ما يقبل الحق أعرفه عنده خلل في العقيدة. أول شيء قال تعالى إنما، ودي أداة حصر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. زول قبل العقيدة توحيد تاني يقبل، هسا أمسك زول موحد قول يا أخي الخمرة حرام، ولك هاي حرام تلقى بالشربة حرام الله يهدينا، قول السجائر حرام قول لك الدليل شنو؟ ولا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ده ما من الطيبات ده من الخبائث، قول لك أي والله صح لكن الله يهدينا، بيقبل الحكم لكن بعد ذاك عنده شيء من الشهوة قول لك الله يهدينا، لكن تعال شوف الزول عقيدته ما صحيح، قول لك قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما تمش لي شيخ ما بيعلم الغيب، وده الدليل، ولك وهابية زاي ما قبل النص، ليه ما قبله؟ لأنه عنده مشكلة في العقيدة، ده الأساس يا ناس، ده أساس الدين. وإذا وفقك الله للعقيدة الصحيحة سواء كنت شابا أو شابة رجلا أو امرأة، أشكر الله سبحانه وتعالى، دي أول نعمة تشكر الله عليها، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دي أكبر نعمة إنك موحد، أي أشكر الله. يا أخ واحد تلقاه قرأ أساس زمان ومتوسط وثانوي، هسه أساس وثانوي وجامعة ويتخرج وبعدين حضر ماجستير ودكتورة ومشى أستاذية بقى بروف، بعد ده يألف كتاب يقول غير الله
غير الله، أو يقول الشيخ بيمرق من قبره بعد يموت، ده اسمه بروفيسير حسن الفاتح غريب الله، كتاب اسمه يستنبئونك. بروفيسير التاسي، بروفيسير ومدير جامعة مدرمان زمان، التاسي بروف لا، دكتور لا، ماجستير لا، تطالب في الجامعة أي الزول اللي بيقى بروف ومعلومة إت عندك وما عنده. قال الله تعالى في سورة ياسين: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ما واضح الآية دي في سورة ياسين؟ وفي سورة الأنبياء قال الله تعالى: وحرام، حرام حرام في اللغة يعني ممنوع، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. مادة تاني ما بيرجع إلا يوم القيامة، ده إذا كان بروف بيكون بالمستوى ده. زول تلقاه معظم عند الناس شيخ فلان وإلى آخره، وما عارف العقيدة الصحيحة، لياسي ما عارف ينادي كم، وإنت تلقاك ما حافظ أي شيء، والله وفقك تعرف التوحيد، تعرف السنة. عشان كده أول شيء تشكر الله على نعمة التوحيد والذي رفع السماء. لو أن العبد منذ أن خلقه الله، منذ أن خلقه الله جر على وجهه بالسلاسل والأغلال في الرمضاء وفي الحصباء وفي الحر حتى انسلخ وجهه 70 سنة، ثم هو على التوحيد فمات فدخل الجنة فهو من الفائزين. ولو أن عبدا منذ أن خلقه الله قام في الترف والنعيم والتعظيم ومكث في الأرض 1000 سنة إلا 50 عاما أو 1050 عاما ثم مات وهو يعتقد في غير الله فدخل النار فإنه من الأشقياء. أشكر الله على النعمة دي. العالم الليلة فيه 7 مليار، 6 كفار عارفين رقبته، واحدين ما عارفين، 1 مليار منسوب للإسلام، 1 مليار ذاته المسلم ده فيه أخو مسلم واحد، فيه 1 عاملين فيها مسلمين شيعة، 1 بيقولوا نحن مسلمين، ولك ده الدين ده بجنبه والحكم بجنبه والدين بجنبه والاقتصاد بجنبه والدين بجنبه وكذا إلى آخره، ده اللي بينتسبوا للإسلام قاعدين. واحد بيقول لك أنا مسلم ولا يسجد لله سجدة ولا يصلي لله. واحد يقول أنا مسلم في الشدائد بينادي غير الله. واحد يقول مسلم ومش لي غير الله، شوف لي الرايحة وشوف لي دي مشت وين، غنمايتي وين، وذهبي راح وين وكذا. واحدة تكون تقول لك أنا مسلمة 7 سنة ما ولدت، 8 سنة تمشي للشيخ، أبوي الشيخ دائرة جنة. ده في المليار يا ناس، وده الكتار جدا. إذا قبر بحج له 3 مليون، قبر بيمشوا بحج له عديل 3 مليون، لأنه الحج القصد اقصدوه 3 مليون. هل تخش اليوتيوب يا أخي ناس بتعتقد والله الذي لا إله غيره، في واحد بيعتقدوا فيه قالوا سروال الشيخ، معلش والأخوات برضو معلش والأخوان الظريفين برضو، قال سروال الشيخ ده فيه بركة بيش في بعض الأمراض. هسه خش اليوتيوب ما تقول كلام يعني بتاع قلة أدب، سروال عديل ده بيعتقدوا فيه. شيخ مات اسمه أحمد البدوي قال والله أنا ذاته سمونا كيف أنا إن حاضر كانت ولا أنا ذاته ياهو. المهم الشغلة دي كيف ده قال لك بيشموه ناس عندهم مرض، جابوا طفل أظنه سوري ولا ما عارفه كيف شم، قال لي شميت، قال لي شميت صغير من السي شمشموا فيه. يا أخي ده شم سروال لو كم سنة يا أخي، ده الزول ده مات فيه بركة سروال، وكت ما الزول لا عنده طاقية لا عنده حاجات ظريفة يشمشموا فيه. يا ناس دي مصائب نحن وقعنا فيها ولا كيف؟ فأول شيء تبدأ بالعقيدة، البلد دي
من صغير بتقوم على عقائد إلا من رحم الله تعالى. لو جات كتاحة ولك محمد معانا ما تخشانا، ما بقول لها أنتم ما سودانيين، محمد معانا ما تخشانا، تكذب محمد معاك في السودان؟ تكذب ليه؟ تتكذب ليه؟ ودي شيطان، الكتاحة شيطان، ولو شيطان أمرت تقول لا محمد معانا صلى الله عليه وسلم، ولا أمرت تقول لما نجيك الشيطان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بمنه بالله إنه هو السميع العليم. من صغير أسفنجة مقلوبة يقول لك صلحها صلحها صلحها، ما لك ما أسفنجة مقلوبة يعني بتعمل شنو؟ من صغير يخوفوك ويدوك أشياء، البعاتي ما شفنا بعاتي ذاته، وده عمل وده كذي، من الطفل صغير جدا يبدو له بعقائد، السن انكسرت هي دعا يا الشمس الديني سين شنو وهاك دي سين شنو، هو لا في غزال لا في حمار، وفي الشمس عندها سنون عضت جنود الشمس وين سنون ذاته، كل الكلام ده وش في بلدنا شغال، وكل عقائد. الحافلة تلقى فيها صور تاعت مشايخ شيخ فلان، الدكان فيه صور مشايخ، البيت صور مشايخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح، هذه رواية البخاري، بنوا على قبره، ودي في بلدنا شغالة، بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وكلها مصايب، العريس ما بعرف سووا ليه شنو واعملوا ليه شنو، ونط الخروف واضبحوا له، وكان ما عجبوا لك عربية جديدة إما ضبحتها وشلت الدم لصقته بالقزاز العربية بتنقلب، هو صنع العربية ذاته لا بعرف يضبح ولا يشي، بيأكلوا الكلاب واحدين فيهم، الصناعة ذاته لا بيضبح ولا يشي، وتبقى البيت ابنوه ما في الأساس كوب عيش حب وأعمل، مصايب وبلاوي. أول شيء تعالج دي، أول شيء الزول يمشي على وجه الأرض ولا يخاف إلا الذي في السماء، ولا يعظم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. انت قال لك ما بتتذكر ليه؟ الرجل براه وما بعيش الا معاه مرأة، لانه ناقص. حتى النخيل ده شنو وده شنو، ده ذكر وده انثى، سماوات ارض اي شيء. ومن كل شيء خلقنا زوجين، لانه محتاج للثاني كثير منهم، لعلكم تذكرون. لكن الخالق لأنه ما محتاج لغيره قال بعدها ففروا إلى الله، فذكر الأزواج ثم بعدها تكلم عن نفسه فقال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال ابن كثير قال تعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، وهذا الفرار إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. تتوجه لله سبحانه وتعالى، والله الناس لو بتمش لله صح كان امورنا وضحت. يا اخي بلدنا دي اسي كلها شجر، شجر هذه جاي اسي تزرع هنا دي، الله بكره يقومها. امشوا مكه اشتغلوا هناك بواد غير ذي زرع، يقول لك ماشيين نجيب قروش، انت عندك زراعه وديك ما في زراعه، ليه زول الزراعه بيمش لغير للزول اللي ما عنده زراعه؟ ليه؟ السبب لأنه ده في نص الزراعة بيبني له قبة، في نص الزراعة بسوي له بيان، وداك ما عنده زراعة لكن موحد، لما نوحد أي الله رزقه. ولو أن أهل نحسبهم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأول شيء يبدأ به العبد والمصلح هو العقيدة الصحيحة. والله شفت تجي عقيدة صحيحة تاني بيت متبرج ما بتلقاه في الغالب. ليه؟
لانه التبرج ده يتبرجت لي والله يا اخ ما هي دايره تكون مزينه وبعدين الناس تقبل عليها. لو عقيدتها انه القلوب بيد الله، قال تعالى والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. لو عقيدتها انه في قضاء وقدر، انه قبل ما يلدوها وقبل ما يخلقوا السماوات والأرض بخمسين ألف سنة مكتوبة هي بتتزوج فلانا الفلاني وفلان الفلاني هو اللي بيتزوجها، لا دائرة كذي ولا دائرة مكتوبة قديمة الشغلة دي مكتوبة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أي شيخ مكتوب؟ لو عندها عقيدة أن الله هو البصير وأنه مطلع عليها وأنه قادر على أن يأخذها وهي مقيمة على معصيته متبرجة، لو عندها عقيدة زي دي كانت عظمت الله سبحانه وتعالى. شكذا الله خاطب المؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. المؤمنات، وفي النهاية ختم الآية قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لأن المؤمنة زي ما ذكرت عائشة رضي الله عنها عن نساء الأنصار، عمدنا إلى مروطهن فشققنها فاعتجرنا بها، كانت لبسة الزي الشرعي وعرفت إنه أي شيء بقدر الله وأي شيء من الله سبحانه وتعالى. لو كان الشاب على العقيدة الصحيحة لابتعد عن الفجور ولعلم أنه إن اتقى الله سبحانه وتعالى جعل له مخرجا من هذه المآزق التي يقع فيها الكثيرون. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما يجيك زول يغشك ولك الفساد والإيه، كل العقيدة أول شيء، أول شيء العقيدة. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ليه ما قال والزانية لا ينكحها إلا زان أو حرامي؟ ليه ما ذكر السرقة؟ ليه ما قال والزانية لا ينكحها إلا زان أو فنان؟ ليه؟ ليه قال أو مشرك؟ والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وختم الآية قال وحرم ذلك على المؤمنين. لأن الإيمان بما من الكلام ده يا ناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فأول شيء العقيدة والتوحيد، بعد ذاك بتجي الأمور الثانية، خاصة في بلد انتشر فيها الشرك وروج له إذاعات قنوات كتب صحف، وزول الدار يصلح ده موضوع والله. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هكذا قال الله سبحانه وتعالى لنبيه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعاة إلى الشرك، ومع الشرك تلقى فساد الأخلاق. يمشوا المرأة تمشي للفكيه، أبويا الشيخ أنا دائرة جنة، ومما مرأة تقول لي رجل أنا دائرة جنة، موضوع ده طويل جدا وموضوع خطير، وروج لهذا في كتب، كتاب يا اخي اسمه طبقات محمد، كتاب الطبقات بتاع محمد والضيف الله. قال مرة عجوز في ترجمة الشيخ عوضة، قال الله يعوضك اسمه عوضة، قال بعدين من الكرامات، قال قالت امرأة من القواعد من النساء من القواعد، وكانت إذا جاءها شهر الحيض، إذا جاء وقت الحيض، وهي طبعا من القواعد
قال تتلطخ بدم دجاجة، معلش هي مكتوب كذي. قال فقالت لزوجها اذهب بنا إلى الشيخ عوضة يعطينا نسلا، ادينا جنة شيخ عوضة. قال المرضي شايلة معاه وماشي معاه زوجة، قال شايلة معاه فطير وحمام ودجاج. اللي عنده موتر على الشارع هنا يحركوا يجيبوا جوا هنا، اللي عنده موتر على الشارع عشان بتاع القلاب ده. لا الله وقفوا فيه عوضة ده يمكن يستفيد بعدين، عارف الحاصل اللي هدين شوية اللي اسمع بعدين شنو. قال لك مشى المرة مشت للشيخ وقالت لزوجة اذهب بنا إلى الشيخ عوضة يعطينا نسلا، شايلة معاه فطير ودجاج وحمام. مشت للشيخ قال لا بديك نسلا، لكن شنو تخدت لي الحاجات دي فطير ودجاج وحمام. قال لها وأسورتك، الأسورة اللابسة، قال والحجل اللابسة الأسورة، بعدين دي أظنها في الرقبة، مش في الرقبة ده عريس جديد طبعا الله يدي الثانية. بعدين شنو ولا الجماعة قاعدين هنا بعدين يفلقونا. بعدين قال لبست الأسورة، معلش خلاص خليك موحد ما تتزوج مشاكل كثيرة في الزمن. قال لبست الأسورة وقال لا تديني الأسورة وتديني الحجل، الحجل بيلبسوه في الرجل. ثم قال لها ولزوجها اذهبا، والله مكتوبة كذي اذهبا، أنا دار أوريك أول شيء تبدأ بالعقيدة والتوحيد. قال اذهبا فرقدا، مكتوب مرات بالدارج بيكتب فرقدا في عنقريبه، عنده عنقريب زي الشاحن بتاع الجلاكسي بيرقدوا فيه والناس الدارين الجنة. قال بعدين قال فذهبا فرقدا، قال لهم أكل الفطير، بعدين تكيف جدا قال لهم أديتكم ولدا وأديتكم بنتا تقش البيت تكنس البيت، دي فطير بس جابت ولد وبيت، دي عقائد زي دي الآن بيعتقدوها ناس. شكاية يقول لك كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي، ده في كتاب البرعي أعلام الطريق، دي عقيدة بيعتقدوها ناس. شكاية رب العزة والجلال رد على هذا الأمر في طيات الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون، فالقرآن ده عليك الله واضح كيف هداية وخير كبير جدا. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، ما في كلام أوضح منه. الله قال لك عديل كذي أفرأيتم ما تمنون، ودي ما للأصنام لأنه تمنون دي ما الأصنام. أأنتم، شوف الكلام لبني آدم، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، هل جنى أنتم بتدوه ولا بدي الله سبحانه وتعالى. قال في سورة البقرة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، شوف القرآن واضح كيف. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، والله الآية دي مؤثرة جدا، آية شوف تهزك من جوا. الخلق قال لك انت الغراك شنو، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أخي الله خلقك كذي تمشي تشكر غيره. قال تعالى في سورة الرعد قل من رب السماوات والأرض
قل الله قل الله. ولما نديك السؤال وديك الجواب الموضوع ده انتبه له. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء. في كلام أوضح من ده؟ قل أفاتخذتم من دونه أولياء. ما قالون يا الله الأولياء لا يملكون لأنفسهم، مش لك انت، لأنفسهم أول شيء، لا يملكون لأنفسهم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله قال لك في غيري بيخلقوا وبعدين خلقوا بتشابه مع خلق الله سبحانه وتعالى. يعني هسه بنتزوج بعدين واحد الزوجة بتشعر بألم تمشي الدكتور بعد 9 شهور بتضع، صح ولا ما صح؟ الوضعات ده عنده كراعين ورجلان ويدان وأنف وأذنان وعينان، بعدين النغرة ذاتها عندها موضع معين بين الخشم والعيون، والخشم عنده موضع معين ما أخذته فوق، تشيل الأكل تمده تشمه، مما شمه بيتكيف بعدين بينفع معاك بتاكله، ما بينفع بتخطه لأن الله خدتها في موضع معين نخرتك دي، وتشيل بعدين العين تشيل أي شيء. بعد ذاك ده قالوا بدي الجنة، شيخ فلان بدي الجنة، كباشي بدي الجنة، الولد اللي أدانا له الله شكله معين، الولد اللي أداه الشيخ شكله زي الشكل ده ولا حاجة جديدة؟ لو نفس الشكل ده ما حق الشيخ، لو ذاته جاء الجنة ده دي بعدين جاء مارق للدنيا دي ويصرخ ويبكي وإلى آخره ويشرب من محل معينة ويقوم يحبى وبعد شوية وكذا ويكبر، ده ذاته زي الخلق والله، معناه ده خلق والله. نحن دارين ولد الدين للشيخ عيونه تكون بورا، نصدق ولا كيف؟ ما هو الله ده عظيم. ناس قالوا دارين مائدة من السماء، قال لهم بنزلها. دارين أكل من السماء منه سلوى، جد جابوا طوالي. نحن دارين الشيخ ده يجيب لنا ولد عيونه بورا وضنه بقدام لأنه الساونات كترت لضنين خدتها بقدام، دارين شغلة زي دي. يقدر إذا صح التعبير ده؟ يقدر ما يقدر يا أخ؟ وده جنة داك لي الله وده داك لي الله، بس ده مرقته الداية بعد 9 شهور، ده ذاته مرقته بعد 9 شهور الصلبة تساي، قالوا حق الشيخ ولا حقه ولا شيء. ومرات الشيخ ما عنده جنة ذاته، شيخ بتاع شنو بدي جنة يا ناس؟ قال تعالى كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. بعدين الصلاة احنا قصر جمعنا، لكن اخواننا ذيل الصلاة ما تفوتوا وجوا راجعين قبل 5 دقائق. كويس انت من ديلي ده سرقته ولا قاعد؟ خلاص هذا قاعد بجد، معلش معلش يا جماعه، انتوا ما راغيين ونحن جايين من الجزيره. محمد مصطفى نبز الجماعه، الله يهدينا ويهديهم. قال تعالى كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. والله يا الله ده عظيم، شفت تناديه قال لك نداء خفيا، ما دار تجي ودار أخش على الشيخ، تركب من هنا للشكينيبة، تركب من هنا للزريبة، الله ده من محلك دينا تدعو السماء بتفتح، ما عظيم عليك الله. كان قال الدعاء ما بقبلوا إلا في مكة، نحن ما كان يتورطنا في أي محل، بس ترفع يديك يا عظيم يا كريم يا رحمن يا رحيم يا وهاب يا رب، وتتضرع له وتنكسر له يستجيب لك سبحانه وتعالى.
ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف الأنبياء ذاته بعرفوا يدعوا كيف. قال رب إني وهن العظم مني. شوف قال لي الله أنا بعدين أنا كبرت وذكر العظم دي علامة على الضعف. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. ده نبي. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فهب لي الدينية الله وهبة. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. والله هذا دعاء موجية إذا صح التعبير. انكسار وثناء على الله سبحانه وتعالى وبيان لحاجته للولد ودعوة للولد بأن يكون رضيا. كمان الله سبحانه وتعالى شوف الكرم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. أدله وسمّله ذاته. اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يعني كيف أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. ثاني كرر العبارة. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. رب العزة والجلال قال جمل عجيبة جدا. وأنا والله قريت الجمل دي والله بقيت على يقين تام إنه الأمر ده بيد الله وحده لا شريك له. بتديك يقين واطمئنان مريح جدا. لو اتزوجت 20 سنة ما ولدت. قال كذلك قال ربك هو علي شنو هين. يعني عليك انت شنو صعابة وعلي الله هين. وإن دارت عارفه هين. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. شوف شوف العظمة دي. وتخيل رب العزة والجلال يخاطب نبيا من أنبيائه بهذه الجمل وهذه الكلمات. وأنا عشان أديكم مجال تمشوا الصلاة. واحد تعرف قبل أيام الزول ده الله يحفظه ويحفظ أولاده. زول نحسبه والله حسيبه. أولاده ذاته من الناس فيهم خير شديد نحسبه والله حسيبه. مشى للدكتور. الدكتور قال للمرأة قال لا انت ما بتلدي. ده التقرير الطبي. قال لا انت ما بتلدي بقت متأثرة. قال لا لكن والدكتور عنده فهم. قال لا ده تقريرات الطب لكن الشغلة دي بيد الله. قال لي أنا قال لا قبل فترة جاتني بنت ومرأة متزوجة نفس التقرير ما بتلدي. بعد سنة جاتني للولادة. قال ذاته. قال واحد أنا بعرفه باسمه. الرجل ده تزوج 3 نساء كان جارنا. الأولى قريب 10 سنة والله يعرفه باسمه ماف. بعدين فارقة قريب 10 سنة فارقة ماف. الثالثة السنة الأولى الثانية الثالثة ولد 3 تيمان جو زي الركشة 3 مارقين والله اللهم بارك. 2 ولد جو مارقين ويتكيف جدا واسع عايش متكيف. لا امر بيد الله. تتسأل الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله مش الصلاه نصلي ان شاء الله ونجي نواصل نعلق على البدة. بعدين كذابه جدا عشان تاني البنات ما يشربوا معاه الجبل. وانه للاسف في هذه البلاد وفي غيرها في بعض الاماكن يروج او قد يكون في بعض الاماكن لكن في هذه البلاد نحن نقرا هذه الكتب ونشاهد الكثيرين وهم يذهبون الى هؤلاء بحجه انهم يهبون الذريه لك فلان بدي الجنه. والناس زي لو بيقولوا فلان بيسال الله سبحانه وتعالى والله بدي الجنه ما كان في زول اعترض اصلا. لكن يقول لك فلان بدي الجنة. وبعضهم ذاته يقول لك
الولد بوقية والبنت بنصوقية والإيه ما بعرف، كلام كثير وكلام يخالف العقل ويخالف الشرع ولا يرتضيه مسلم من المسلمين الذين عرفوا دينهم واستقاموا عليه. كذلك نقول العقيدة أولا، لأن هناك انتشارا لدعاء غير الله سبحانه وتعالى والترويج لهذا الأمر، زي ما قال البرعي، قال: إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، في كتابه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة. بعدين الناس ما يكون شنو عندها جهل، يقول لك يا أخ كلامكم كله فلان وفلان، دي في أجر. أنت قال الموضوع ده ساي، الموضوع ده فيه أجر، لأنه في ناس عندهم ورع زايد، ورع ده بسموه ورع كاذب، وما قصد الكذب في الغالب، لكن هو ورع كاذب، لأنه الكذب ضد الصدق، والصدق كما قال ابن عثيمين رحمه الله مطابقة الخبر الواقع. فلما انت تتورع في محل ما فيه ورع ويكون المحل دي فيه مخالفة للشرع بالفعل الذي ظننت أنه ورع، دي مشكلة كبيرة جدا، وده ورع كاذب. ولك يا أخ ما داري نتكلم في فلان ولا علان ولا غيره، حتى لو أساء للدين، حتى لو خالف العقيدة الصحيحة وما جاء به جبريل عليه السلام ونزل به من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله من الأنبياء والرسل، حتى لو خالف الكلام ده كله، يقول لك يا أخ أنا ما دار أتكلم في زول، ده ذاته يقول لك ما دار أتكلم في زول أمسكه، قول يا أخي عندك أخوك ولا ولدك، بعدين الزول ده ماشي مع فلان وأكبر منه في السن، الولد عمره 12 13 سنة وده أخوك ولا ولدك، وماشي مع فلان عمره 25 ولا 26 سنة، وداك الماشي معاه ده منحرف أخلاقيا ودينيا، بتخليه مش معاه ولا بتحذره؟ الزول اللي بيسكر وبيعمل حاجات كعبة إلى آخره، وأخوك الصغير ماشي معاه، بتقعد أخاك الصغير تقول له يا فلان الكلام ده غلط وده غلط وده غلط، حرام شرب الخمر، حرام كذا وحرام كذا، بس تديه الحكم، ولا بتقول له الشيء ده حرام وفلان ده بيفعله وفلان ده ما تمش معه، تقول له كلام عام ساي، ولا بتعين له وعديل تقول له فلان ده ما ألقاك معه، بتحذره عديل بشخصي وبعيني. ليه؟ عشان انت تحمي قريبك، تقول الشيء ده حلال. وطيب الناس ما تحميهم من الدين وتقول الشيء ده برضو حلال، الكلام في فلان وعلان، زول يقول لك كان جات مصيبة نادي إسماعيل، وإسماعيل ذاته هسي قبة بركة عديل بركة، ما وكانت واقفة الرب بركة وقعت، الجماعة قعدوا يكوركوا، أنا ردينا الجماعة قعدوا يكوركوا، والقبة وإنتوا ما تؤمنوا بالقضاء والقدر وإلى آخره، وإنت وكد جات مصيبة ناديت إسماعيل ليه؟ إنت ما تؤمن بالقضاء والقدر، وكد ده قدر، ذاك ما قدر ذاته المصيبة اللي جاتك دي، ما تسأل الله سبحانه وتعالى، أجاب إسماعيل شنو؟ هو اللي إنت جبت القدر، القدر اللي بيقدره منه الله سبحانه وتعالى، إسماعيل اتدخلوا شنو؟ أنا داير أعرف إسماعيل اتدخلوا شنو؟ واحدين كتبوا إنتوا ما بتؤمنوا بالقدر، والكبة ذاتها أيام السيول برضو اتكسرت، الكعبة معليش الكعبة أيام السيول برضو اتشققت واتكسرت، وأنا ردينا على الكلام ده وبيناه، والكعبة دي الله مدح الناس البنو، والقبة دي الرسول عليه الصلاة والسلام ذم الناس البنو، ديل بيساون. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، مش مدح
الزول اللي بنى القبة رسول مدحه صلى الله عليه وسلم ولا ذمه؟ ذمه، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، عشان ما تقول الكلام ده خاص باليهود والنصارى، قالت يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. ففي ناس بدعوا غير الله عديل، والنازل تمسك الواحد تقول لا الله كم، يقول لك واحد. هسي تمسك الصوفي تقول لا الله كم، ولك واحد. ها في الشدائد بتنادي كم، الله والشيخ. هسي دي ما ده ما تناقض، انت ما قلت واحد، الشيخ بتنادي ليه؟ والله انا ما قلنا الشيخ زي الله، وانت قال كفار قريش قالوا الاصنام زي الله. جيب لي ايه بس ولا حديث ولا خبر انه ابا جهل، ان ابا جهل قال بان الاصنام خلقته من دون الله سبحانه وتعالى. ما قالوا الاصنام، عارفين الاصنام دي صنعها بيديهم، لكن بيقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ويقولون، قال الله تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، في سورة يونس قدم الضرر، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. عند الله، وعارفين ايش عند الله سبحانه وتعالى. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. ورب العزة والجلال قال لك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فدعوة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى ودعاء الأموات، ورب العزة والجلال قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والناس تبلغ المسائل دي، خش المساجد بلغنا التوحيد. يا أخي نحن والله في زمن نسأل الله الرحمة، والعيب ما في الزمن، في الناس. مساجد عشان تعرف أهمية العقيدة، مساجد تخشها مش أندية، مساجد تلقى مكتوب ممنوع الحديث ولا تتكلم في المسائل الخلافية. خلافية بين منو؟ بين مسلمين. الخلافية شنو؟ خلافية نادوا الله براه، دي خلافية عندهم. خلافية عندهم مش الجلد لو دبغوه بيبقى طاهر ولا ما طاهر. الزول لو صلى وفي ثوب نجاسة ما عارفة صلاته صحيحة ولا باطلة، دي ما الخلافية عندهم، دي ما بتسوي لهم مشاكل. خلافية لما تقف في المسجد تقول له نادوا الله وما تنادوا الشيخ، دي خلافية. وده نبذ، وديل تلقاهم بيجوا قبل أذان الصبح تعبانين كانوا يناموا يتغطوا، والله تعب ساي وفتر في النهاية فتر. أنا لو عندي عقيدة زي دي ببقى بجاسفة ساي شغلة دي بجوطها والله، لكن كلها لخبطة وتعبانين في النهاية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا إلا من رحم الله ممن يعذر بجهله أو بشيء آخر من ما يعذر به. هذه كلها مصائب. وبقت مش مساجد الصوفية، مساجد ناس تانين جماعة الإخوان المسلمين، ده يقول لك ما دارين مشاكل، هو ذاته مشكلة برا، هو ذاته قعدته في الجامعة دي شفتها مشكلة ذاتها، مفروض يصلي ويبقى مارق لأنه قعدته فتن ومشاكل. وخلي ديل، وفي ناس تاني ولا كيف الموضوع ده ما طويل، في ناس تانيين علامة الجودة إذا صح التعبير، بكرة ما يكفرونا تجي بتصعلوقة زي دي تتكلم فيها، بعدين دقن ومقصر وتلقاه برضه يتكلم في الجامع يدفرك.
انا ذاتي دفروني ما شايفني كيف انا صحتي زادت شوي. دفرني واحد قبل ايام قبل فتره هنا دي في مسجد في فاع بيقفل الميكروفون من هنا ويقول الجباب تحت خيار من خيار. ده داعيه كبير انصار سنه دي تمام الزمن ده حلقه جه جابت لي حلقه ثاني ارضه مصوفيه بتتكلم ان شاء الله. بعدين شنو الزول دفرني كذي ومشى لابوي ومشوا لمو سووا اجتماع ومشوا للاهل. سويت شنو انا في الدنيا دي؟ قلت نادوا الله ما تنادوا الشيخ تدفر. قال لي نحن عندنا مؤسسات انت بتجي من الخرطوم تسوي لنا مشاكل هنا وترجع. مؤسسات بيسوي لنا مشاكل مؤسسات يا ناس مؤسسات بيسووها بيتكلموا فيها بيتكلموا في مواضيع انت تجي تتكلم المشاكل تحصل والكلام ده انت لما تذكره ناس يزعلوا. ودي كلها في النهايه ده توفيق من الله سبحانه وتعالى تدعو للتوحيد. نسأل الله الثبات لأن والله خايفين اجي يوم نخلي الدعوه. ونسأل الله يثبتنا حتى الموت نموت كذي نقول لا اله الا الله ونموت عليها. ولا في مسجد يلم فينا واحد صوفي منتحر اقتلنا ان شاء الله الله بدخلنا الجنه. لكن في النهايه ولا غيره يلم فينا ينتهي مننا. فده ده المقصود. لانه ناس كتار بدوا الدعوه وفكوها. زول بدا دعوه جات من السماء اعظم شيء توحيد لقى ربط خلى الشغله قال والله دي مشاكل وهناي خلاه. واحدين تانيين حرصا على الالفه ما تحرص على زول تحرص على اخوانك اي صح تحزن لما واحد يخطا وتسعى في الاصلاح. لكن لو اصر تقدم الحق وتشوق دربك ده درب نهايته الجنه يا ناس ما في لعب. تبدا بالعقيده والتوحيد في زمن تنازل فيه الكثيرون عن هذه الدعوه. ولو لقيت الله سبحانه وتعالى وفقك تخش المساجد ناس عرفوك ما عرفوك تمشي النوادي لقيت فرصه تلقى شباب تبلغهم في اي مكان شغلك الشاغل التوحيد والسنه والعقيده انت والله في خير. الله وفقك. الدنيا دي فيها رجال كتار الله جاب ناس معينين في القران. قال وجاء من اقصى المدينه رجل يزعى. المدينه دي ما فيها ناس ثانيين ليه ده جابوه؟ لانه ده قال كلام راسخ في العقيده والتوحيد. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني. وابشرك يا صاحب العقيده الصحيحه انت دعوتك دي ما صاحب عقل الا ويقبلها الا يعاند. ليه؟ لانه انت الليله لو شغال تنادي الناس وتدعو الناس يمسكوا في الشيوخ كان بتتعب. والله وان شيخنا ده مدفون في المنطقه اللي بتعرفوه والله ما بنعرفه. اها سيرته كذي وعمل كذي والى كذي تقعد ساعتين ثلاثه تشرح لهم ساعتين تغنع فيهم اقتنعوا يلم فيهم واحد وهيهيبي صغير اذا صحت ما في وهابي ولا وهيهيبي ده كلام جماعه طبعا يلم فيهم بآية بس يفرتق لك شغلك كله. وانت تعبان ساعتين والله شيخنا ده عمل وايك وسوى وفعل والى اخره يجي ده بس يقول لهم يا جماعه زول ده خرافي ساي. قال تعالى اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. وقال تعالى الهكم اله واحد فله اسلموا. الموضوع انتهى فرتق لك شغلتك كلها. تاني تمشي شايل لك شوال الحجاب ده بتاع سكين وده كذي يجي واحد يتحداك في الملأ تلقى ضعيف ولك والله يا سيدي اقرا ايه الكرسي بسكين بس حجابك ده بفرتق وشت انت تبقى تتكبكب اوه شياطين بتاع انك يجروا تبقى تعبان ما بتتعب في الدنيا. لكن انت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى عظيم. دار تغني عن الناس شفت البتيخ ده بس بيغنعهم والله شفت مش بتيخ ده اي قول لهم يا جماعه البتيخ ده الزول بيشقه ما عارف جوا فيه شنو. البتيخ ده فيه كم بذره واحد بتقوم شجر والبتيخ ده جوا فيه مويه وهو من مويه وفيه طعم سكر والمويه مسيخه الدوك لا يقول لك دي مويه مسيخه ودي مويه طعمه. ليه البتيخ ده جا فيه سكر؟ انا داير اعرفه طاعم ليه؟
والله تغنعون. وهذا كله خليه يقولون السما دي خلق منه الله. يا ناس ده براه ما مغنى، موضوع ده ما مغنى. مهندسين يا اخ مقاولين، واحد يجرك يوم واحد بتاع بنيان في البلد مسكني قال لي راح انا اوريك الشغله بتاعتي. شوف التحفه المعماريه دي، خششني بيت توشك. انا قال البيت فاضي، لقيت المره تتضاير تجر ورا التوب ولا حق البيت بس بناو. تعال خش، والمره بيجاي الطفل وبيجاي وجرد بيغادي، شافت جرد بيجاي. بعدين قال لي ها شغلي ما نظيف. قلت له يا اخ شغلتك دي كذا مرقنا من الموضوع ده، ما يجينا عكاز ولا شيء. والله انا في نفسي لا وسط ذاته قلت هذول مرقنا ده عشان يقنعك بيدخلك بيت سايب. السما دي جت ما اقنعت الناس دي. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. والله مهندس يقول لك والله انا جيهت الكهرباء دي، بعد شويه هناك تعين الكهرباء وزب فيوز طق يوقفوها. النجوم دي يوم طفت كهربتها كم؟ الجمره بتاعتها كم؟ النجوم دي السحاب شيل لك لوح بتاع تلج اقيف الساعه 1 ظهرا ثبت التلج ده نقطه ما تنزل ما بتقدر بنقط منك. السحاب ده الله موقفه فوق قدر الجبال فوق، والنقطه ما تنزل الا باذن الله سبحانه وتعالى. ده كله ما مغنع، الارض ما مغنعه، البشر انت ذاته وفي انفسكم افلا تبصرون. فاول شيء تبدا بالعقيده، وبعدين تعال عديل، ولو لا تنادوا شيخ لا في شيخ بينفع ولا في شيخ بيضر ولا تعلقوا حجاب. قال تعالى في القران قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وري الناس العقيده الصحيحه، لا تراب بينفع لا قبه بتنفع والى اخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه. نصوص تحفظ القران تحفظ السنه، وطالب علم ده ما يمر عليك وقت الا وتحفظ نص من النصوص، نصا من النصوص. القران ده احفظه واحفظ السنه واقرا منهج السلف واسمع، وما تضيع زمنك تسمع لفلان وعلان ناس مشبوهين وناس كل يومين ثلاثة بمنهج جديد. أسمع للعلماء الكبار، شيخ فوزان الشيخ ابن باز وعثيمين الألباني وشيخ ربيع شيخ محمد ابن هادي، مشايخ كبار فضل أن أحسبهم والله وحسيبهم وموجودين أسمع لهم ونستفيد. ما تضيع زمنك ساي زول يجي يديك كلام يبكيك. عود نفسك تبكي بالقرآن تبكي بالسنة، جيب لك قصص كذا يحيرك مرة واحدة. ولك في القبر ومرق دخان ذاك اسمه مغامسي ويك الناس تبكي مصايب ثقيلة وبلاوي. أخي عود نفسك تخشى على القرآن تخشى على السنة وخليك قوي وثابت. زمن دو الذي رفع السماء داير زول أقوى من الأسد والله. كل يومين ثلاثة ماشي في درب الله سبحانه وتعالى، كل يومين ثلاثة بتجيك حاجة طايرة، مرة ترابيزة من الصوفية تصدها كذي بنص ترمية لون هناك بتاع الطريقة ذاته يجر، مرة بيجاي كورة تجيك من الحزبيين تديها لون تخليهم يصرخوا المجلس العلمي والإيه العلمي، وده جرى بيجاي وده مشى بيغادي، مرة الأخ مسلم يجيب لك شبهة تديه بيجاي نص انتهى الموضوع. تكون ثابت كذي طق حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنك، وتبدأ بالعقيدة. عشان نختم الموضوع ده والتعليق على الجريدة تبدأ بها. الله قال لإبراهيم عليه السلام أبني البيت، لكن قبل البيت وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أول شيء ألا تشرك بي شيئا. أول شيء تبدأ بالعقيدة، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. عاكفين في سورة البقرة ودي والقائمين والركع السجود. قال لي موسى عليه السلام يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أول شيء توحيد، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثاني الصلاة
والمواضيع الثانية. وده الموضوع ده بخليه أهل الباطل يزحوا منك. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. فبلغ التوحيد بعد ذاك بلغ الأشياء التالية. الناس محتاجة بلغن الغافل ذكروا، والناس تقرأ قرآن وسبح وتستغفر تذكر الجنة تذكر الموت تذكر الآخرة والدنيا على زوال والزول ما يتابع شهوته. ابن القيم رحمه الله، أنا أختم في الموضوع ده، قال في الفوائد، هاي قال في الفوائد ده كتاب قيم أقرأه واستفيد منه. قال ذكر أربعة أشياء بعدين ختم بشيئين، قال فالذي يغلب شهوته وغضبه، أحفظ الكلمة دي كويس وأفهمها، فالذي يغلب شهوته وغضبه يخاف منه كل شيء. يفتزول شهوته قادر عليها أي وغضبه قادر عليه أي، تعال نازل تشوفه بترجف براون أهل الباطل. قال فالذي يغلب شهوته وغضبه يخاف منه كل شيء، والذي تغلبه شهوته وغضبه يخاف من خياله. تانا ايش بيرجف منه؟ لأن الشهوة غلبته والغضب غلبه. خليك زول ثابت زول قوي. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هناك في المقابل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. أصبر أيام بسيطة اشرب عصائر وكل تمام، عصائر يعني عشان ما تشرب خمرة، وبعدين اشرب حاجات ظريفة ولو كذي، بعدين اتدرب ما انت ما طالب راحة كثيرة، اتدرب وشام وحديد بلد ما معروف بيحصل شنو لي قدام وما تخرج، بعدين بعدين اتدرب تمام خليك زول قوي جاهز. جا حرامي بالليل عشان ما تتضاير، يا حرامي اخلص لله وخليك جاهز مش تقيل وتتمغى وبكون اداك فرار انتهى منك، خليك جاهز. حرامي كذا تعترف بعينك شفتوا اي من سريرك اقلب هوبه ونط ادي شلوت وقع فيه في المرا، المهم جاسفه انت بتمرق الشلوت ده بعدين الله بمرقك ان شاء الله كذا. دار الفتن كترت عليك اي اتزوج طوالي اتزوج اللولة مشت تمام اي الحمد لله الله يتقبل اللولة مشت تمام كفاية وماشي معاك تمام، خليك زول تمام واصل براك بس والله يثبتنا وياك. بعدين مشت ما تمام اي تعت لخبطة وكذي تتزوج الثانية برضو لسه قاعد تتلفت كثير والعاين بيجاي وإلى آخره وكذي. شوف الرسول كلامه صح، الزول ده قوي خلاص وحريشنا زمان شفته انا ودلنا يا ريت تعبنا تعب شديد خلاص هسي مما زوج قال له الشيخ وما تجيب له مشاعر يعني لب بيجاب يتكلم، ومع الرسول كلامه صح ما رايته لاخره. فالمهم والله يثبتنا واياكم ويعينكم على الطاعه وانتم ناس كويسين الطيبات للطيبين نحسبك طيب والله يوفقنا. فخلينا نواصل مع الناس دي. فانت بتزوج الثانيه عشان ما تتلفت وتسوي لنا ازعاج برضه لسه زوج الثالثه لسه الرابعة تاني والله عينك ما ترفع إن شاء الله بس تشتغل سبحان الله والحمد لله واستغفر الله والله أكبر والله يتقبل حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فواصلوا يا جماعة الناس تبقى دعاة والله لو كلكم اشتغلتوا توحيد البلد دي إن شاء الله بتمشي لقدام.